شهد مقر الأمم المتحدة بجنيف أعمال جائزة أجفن الدولية لمشروعات التنمية البشرية الريادية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز ممثلا لصاحب السمو الملكي طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية أجفن وممثلي منظمات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والصحافة الدولية. جائزة أجفن الدولية هي مبادرة من برنامج الخليج العربي للتنمية، وكانت فكرتها من سمو سيدي الوالد الأمير طلال بن عبد العزيز وأعضاء مجلس إدارة أجفن بأن تكون الجائزة أن تنبه العالم بأن يوجد منظمات إن كانت حكومية أو خاصة أو إن كانت فردية في أنها تعمل لصالح المجتمع إن كان من ناحية تعليمية أو إن كان باللاجئين أو في أي مجال آخر. لم تتمالك السيدة عائشة الشبلي دموعها بعد أن أنهت كلمتها أمام جمع من حضور حفل تسليم جوائز أجفند لمشاريع التنمية البشرية الريادية، وقد نال مشروع السيدة عائشة الشبلي الخاص بمشاركة المرأة السعودية في عجلة التنمية والإنتاج والذي أحرز جائزة أجفند إعجاب وتقدير المشاركين وممثلي الأمم المتحدة. سبحان الله، الله أكرمني بأشياء ما كنت أتوقعها، منها جائزة أجفن ومنها نطقت القراية والكتابة، وأحمد الله وأشكره، وإن شاء الله أني أكون قد الثقة، وإن شاء الله أني أستغل مبلغ الجائزة في عمل خير، وإن شاء الله أني أطور المشروع ويطلع إلى النور أكثر وأكثر. وشكرا لجائزة أجفن وشكرا لسمو الأمير طلال بن عبد العزيز. مستهدفين من البرنامج الأرامل التامة المطلقات، صار البرنامج 10 سنين، خرج 500 فتاة وطلع منهم مدربات، وأكثر من 15 محافظة مشينا عليها ودربنا، وشاركوا برضو 250 بنت في تأثيث 6000 في الإسكان التنموي حق النازحين. إيه، والحمد لله البرنامج ماشي، وإن شاء الله وحصل على جائزة برضو قبل كذا، جائزة في جائزة محلية في دولية، في هذه رابع جائزة. تدير جائزة أجفن لجنة دولية تمثل غاليم العالم وتتكون من شخصيات معروفة دوليا مثل الملكة الإسبانية صوفيا ومرسيدس مينافرا السيدة الأولى سابقا في الأورغواي، والبروفيسور محمد يونس أول مؤسس لبنك الفقراء، وغيرهم من الشخصيات المرموقة، ويتم اختيارهم بناء على إسهاماتهم في المشاريع التنموية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، جنيف.